إن نسبة كبيرة من إصابة سائق السيارات تعود إلى عدم ربطهم لحزام الأمان. وفي هذه التجربة المختبرية نرى أهمية حزام الأمان، فلو ربطت الدمية بحزام الأمان لما أصيبت في الصدر إصابة مميتة. لقد دلت التجارب على أن اصطدام المركبة من أي جهة تعرض السائق إلى إصابة قاتلة. ليس قبل أن تضعي حزام الأمان. لا داعي، المشوار قصير. إذن لنتحرك. حسنا سأفعل. الراكب المرافق للسائق في المقعد الأمامي مطالب بربط حزام الأمان. هذه المرة جاءت سليمة. إن ربط حزام الأمان ضرورة تفرضها إجراءات السلامة. لا تفرط بحياتك واربط حزام الأمان. لم يربط حزام الأمان. لم يربط حزام الأمان. لم يربط حزام الأمان. لماذا لا تستعمل حزام الأمان؟ لأنني أخجل. ولم الخجل؟ ربما يعتبروني الآخرون خائفا. دعك من هذا، اربط حزام الأمان على مختلف الطرقات وسوف تنكسر عقبة الخجل. هيا هيا. لا الخجل ولا الخوف ينفعان في حالة وقوع الحادث. اربط حزام الأمان من أجل سلامتك. الطريق وأنت يا صديق.
يقينا ماشية لا مبدأ أن يكون شعارك المطلوب الأمن والسلام الأمن والسلام لكل من يستخدم الطريق. انظر إلى البعيد الناس يعبرون بل تعطهم حقوقهم ليعبروا الطريق وكن بهم